الدكتور مجدي صبحي اللي استشهد في ليبيا هو ومرته وبنته، اتولد في طنطا وحصل على كلية طب، اتجوز سحر وسافر على ليبيا، اشتغل دكتور في ليبيا، ربنا رزقه بثلاث بنات منهم كاترين كانت في تالت اعدادي، وهي في المدرسة الاستاذ طلب منها انها تلبس لبس ما ينفعش في المسيحية، رفضت بكل ايمان، ويوم 23 ديسمبر 2014 قبل استشهاد شهداء ليبيا اقتحموا البيت على الدكتور وقتلوه هو ومرته برصاص، وسابوا البنتين الصغيرين ومسكوا الكبيرة، اتعذبت عذابات كتير وانها تنكر المسيح رفضت على الرغم انها شافت ابوها وامها بيموتوا قدامها. نالت برضو اكليل الشهادة، احساس انك تتجوز علشان في حاجة نقصاك غلط، لكن احساس انك تتجوز عشان نفسك تقدم اولادك لربنا اجمل بكتير. بركة شفاعتهم تكون معاكم وتفرحوا لكم.